الكور ديجي تفكر بعدها صاني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الرحاب الطاهرة بعد قليل سيرفع أذان المغرب في اليوم 11 من رمضان الخير. ربنا تقبل منا ومنكم الطاعات. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والرباط. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. شاهدوا رغم برودة الطقس لكن عشاق ومحبي الأقصى لا يلتفتون لهذه حتى البرد وأي ضعف كان فيأتون في هذه الأيام الفضيلة في الأيام عندما يلتقي الزمان رمضان طبعا والأقصى المبارك هذا المكان العظيم. إن شاء الله تنهال علينا بإذن الله ونكون إن شاء الله من المتقين المقربين إن شاء الله. أيام المعدودات تنقضي وينقضي معها العمر ويبقى الأقصى رمضان كريم. كل عام وانتم بخير. ألف خير. صور لي محمد الخير لو سمحت. عمل له ألف لوز للأقصى يا محمد. ما شاء الله ما شاء الله. شو بتحب أنت؟ الله أكبر. الله أكبر. يلا السلام عليكم. الله وبركاته. فيبقى الأقصى أقصى. ويبقى المسجد إن شاء الله عامرا للمسلمين. عامرا بإذن الله تعالى. اللهم اغفرنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا ربنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت به واوليت نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك انت الغني ونحن الفقراء اليك يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك هب لنا عملا صالحا يقربنا اليك اللهم اسلب قلبا خاشعا وعينا دامعه وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم في هذه الساعة المستجابة إن شاء الله. نتضرع إلى الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا يا الله. يا رب ارفع الأمة على الأمة. يا رب ارفع الأمة على الأمة. يا الله بك نستغيث ومن يغيث سواك. يا رب ارحم ضعيفا يحتمي لحماك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أبي أنت وأمي يا رسول الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا
واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. يا رب اكفنا ما همنا وما لا نهتم به وما أنت أعلم به منا. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم زودنا التقوى واغفر لنا ذنوبنا ووجهنا إلى الخير أينما توجهنا يا رب العالمين. يا الله برحمتك نستغيث. يا رب برحمتك نستغيث ومن يغيث سواك. يا الله في هذا اليوم العظيم اغفر لنا وعافنا واعف عنا. اللهم شاف مرضانا وارحم موتانا. يا رب في هذا اليوم العظيم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عائلا إلا أغنيته، ولا يتيما إلا آويته، ولا مسكينا إلا رحمته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا أخزيته وأقسمته، ولا مظلوما إلا ناصرته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا حاجزا من حوائج الدنيا والآخرة. لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها أو أعنتنا على قضائها. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الذنب والبليات، ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير وبالرجال الجزير. صلنا وعلى رزقك صلنا وبك آمنا. Come on.
يا أرحم الراحمين